طيب بالنسبة يا شيخ، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وحيا أهل المدينة بنشيد طلع البدر علينا وضربوا الدفوف، هل هذا صحيح؟ أما النشيد صحيح، أما الدفوف كان النساء بنات يمكن، أما النشيد هذا معروف. يعني يجوز للنساء ما سمعت، ما بلغني، والدفوف ما بلغني، وجدته مثل ما جرى للجواري في يوم العيد. يعني يجوز للمرأة يا شيخ أن تضرب الدف؟ جواري الصغار الذي فعلوا أن النبي لما دخل الصديق. أي نعم. هذا في يوم العيد وأشبهه. جائز للجواري فقط؟ للجواري الصغار. وليس للنساء الكبار؟ ولا للرجال. الله يحفظك يا شيخ. أحسن الله عملك يا شيخ. السلام عليكم. كان هذا الاتصال عبد الشيخ علي زنباز، مغرب يوم الأحد الثامن من شهر شوال عام 1416 هجرية.